حبيبتي. تتكلم عيونك يا حبيبتي، تتكلم عيونك يا عيونك يا حبيبتي. آه يا ريت الأخذني. آه يا ريت فيك. شكرا. عليك علي لا تتشردي. بعدك شايفتي قديش عطشاني. إن شاء الله صحة صحة وأنا. وجوع يا أمي وجوع كثير. تقبريني إن شاء الله تحرقني وشي. تقبريني، هو أول فترة بده يوجعك شوي، هاي من المراهم اللي دهنين لك إياها. لك أنا كان بدي أحرق حالي. أنا كان بدي أموت. لو تركتيني موت يا أمي كنت ارتحت بريح عندكم. حرقتي حالك لحتى تهربي من الحساب يا بنت الكلب؟ يا الله يا بنتي يا الله بتموت؟ ان شاء الله بتموت وبغلط منك ومنا. شام عليها ما لقيت. وين دورت؟ قولي وين ما دورت، ما خليت مشافي مخافي، حتى بالشوارع دورت عليها. باسم الصليب، وين بدها تكون راحت البنت؟ هلا انت سالتي عليها بالشغل ما هيك؟ لا انا سالت رفيقتها عليها، رفيقتها بالشغل. ايه وشو قالت لي؟ ما بتعرف عنها شيء. بيقولوا لي سال عليها على الحدود. بتعرفي شو يعني على الحدود؟ يعني ممكن تكون سافرت. ولوين بدها تسافر وما لحدا؟ واصلا ليش هيك بدها تسافر فجأة؟ والله ما بعرف. بكره بيبين كل شيء. أنا كنت حابة لما توصل اليوم، بس ولادي مثل ما بتعرفي لحالهم ما فيني أكون معهم. كتر خيرك حسبناكي معنا. لا يا وفاء لا تحكي هيك، سوسن مثل بنتي يشهد الله. بدي أقول لك شغلة، قد ما فيكي تخلي سوسن هون بالمستشفى خليها، يعني حتى لو قالوا لكم إنها تحسنت وفيها تطلع على البيت خليها هون. ليش؟ شو ليش؟ ما شفت جوزك شو عامل فيها؟ بدك إياها تطلع على البيت ويستفرد فيها ويذبح لا سمح الله؟ اعملي مثل ما عم قلك وما بتندمي. يلا انا تاخرت، خاطرك.